طبعاً إحنا لما نريد نعرف المشكلة مالتنا، أما نلقاها بالتايتل المشكلة مالتنا مكتوبة، أو نتعرف عليها نلقاها بالملخص، يعني الملخص والتايتل. هذني التايتل ممكن نعدل عليه لآخر لحظة، أو يكتب آخر شيء بالبيبر. الملخص آخر بارت أيضا يكتب بالارتكل. ليش؟ لأنه يحتوي هذا الملخص، شوفوه، هو عبارة عن هذا الملخص يطلقون عليه، هو عبارة عن مرآة لكل البحث، والتكنيك اللي يخضع لها البيبر نفسها يخضع لها الملخص. يعني أنا من أقرأ الملخص أطبق عليه الإمراض نفسها. هاي يعني أكو introduction للمشكلة، أكو method ألقاها بالابستراكت، وأكو result main findings، وأكو discussion إنه هاي result شنو كانت قوتها. جيد؟ أوكي. إذا الابستراكت أيضا أقدر أعرف من عنده المشكلة، الانترودكشن أيضا أعرف من عنده المشكلة، وأكو بعد جانب آخر اللي هو الكونكلوجن أيضا أعرف من خلاله المشكلة. في بارتات الكونكلوجن بالبداية أكون أنا أقول شنو كان البحث مالتي، وبعدين شنو النتائج، وأفسر النتائج، وأنطي شنو، أنطي رأيي بالنتائج، يعني أنطي الاستنتاج لهاي النتائج اللي طلعت، وين ممكن تطبق هاي العملية اللي أنا سويتها، أو هذا نظام الحماية أو نظام المراقبة أو إلى آخره، في أي جانب ممكن هذا البرنامج اللي سويته وين يشتغل، في أي فيلد، في الميديسين، في إلى آخره، بالمطارات إلى آخره. أوكي، فهذا القصد إنه الكونكلوجن الاستنتاج مالتك أنت كباحث مهم جدا. ليش؟ لانه انا احتاج بالاستنتاج اشوف انت شنو سويت، عالجت مشكله، شنو هي المشكله اعرفها من الاستنتاج، حجم النتائج، ابرز النتائج تستعرض لي اياها وين بالاستنتاج، حتى يكون عندي فد اوفر فيو عام عن ابرز النتائج، الخطوه اللي تقترحها الجايه، وين ممكن هذا يطبق البحث مالتك او يطور، حتى يكون اكو استمراريه، اكو مثل السيريز استمراريه بعمليه البحث العلمي. لانه انت اذا وصلت لحل المشكله فبها ونعمت، بس كنت تثبت هذا الشيء انه هاي المشكله انت حليتها، بس اذا لا ما حليتها او حليت جزء من عدها، لذلك احنا ارسلنا تريد اشوفون البارحه. فيعني اكو نيكست ستيب اللي هي الفوردر مور ريسيرش، اللي هي الفيوتشر دايركشن، اللي هي انت ايش راح تسوي بالخطوه الجايه. نرجع لموضوعنا، اذا نريد نعرف البروبلم راح نجي بالتايتل نعرفها، وتكلمنا شلون بالابستراكت ايضا البروبلم تكون اول باراجراف، انه يعطي اهميه المشكله مرات، او يقول انا راح اجي احل هاي المشكله بفلان طريقه. بالانترودكشن يعرج بصورة مفصلة عن المشكلة وبعدها التاريخي وكيف أنشئت وتم تطويرها وإلى آخره. فبالتالي إذا نحكي عن شنو؟ عن معرفة للمشكلة بصورة مفصلة بالانترودكشن. أيضا بالكونكلوجن، وقلنا إحنا بالكونكلوجن شلون نجيها من بالبداية، راح يقول إنه إحنا حلينا المشكلة الفلانية باستخدام فلان شيء، طلعت هاي أبرز النتائج، وهاي النتائج هي نتائج جيدة بسبب فلان شيء فلان شيء، الخطوة الجاية هي فلان شيء. هذا الكونكلوجن بتفاصيله بصورة مبسطة. الميثود، إذا هي ميثود، وين راح نلقاها؟ اكو الى مملكه خاصه به اللي هو سكشن كامل، المن مملكه خاصه به اللي هو سكشن الميثودز. هذا السكشن مرات يسموه ميثودز، ماتيريال اند ميثود، ميثودولوجي الى اخره. انا احتاج من عنده اقراه بصوره مفصله، حتى شنو؟ حتى اعرف الطريقه اللي هذا استخدمها، حتى اعرف التقنية، حتى اعرف التكنولوجي، حتى اعرف الكوميونيكيشن ميديوم او الترانسميشن ميديوم، حتى اعرف بالضبط الالغوريثم اللي استخدمها، الثيوري،
يعني كل ما يخص عملية التفكير بحل المشكلة هو بروسيجر وهو ميثود. إذن الميثود هي عبارة عن مالتي بروسيجر أو ممكن يقول ممكن يكون سينجل بروسيجر. إذن الميثود هي الطريقة اللي تم حل بها المشكلة اللي حلت من خلالها المشكلة. ممكن تكون سينجل ميثودز، ممكن ميثود العفو، ممكن تكون مالتي ميثودز. مو فد يعني أنا جيت سويت، خلنا نفرض جيت سويت تول هي بريدكت أو ديتكت وبريفينت. كم فانكشن؟ 3 فانكشن. كل فانكشن من ذني أو كل كاركترستيك إلى ميثود. فكم ميثود صار عندي؟ بالضبط صار عندي مالتي ميثودز. مو بالضرورة انه البحث يقام على ميثود وحدة، هذه خلوها ببالكم. لذلك احنا نشوف مرات ميثود اند ماتيريال او ميثودز اند ماتيريال، ومرات يفصلوها هاي الميثودز الى فيسز الى ستيج الى ستيبس الى اخره. انتم بعد خبراء بهذا المجال. اذا الميثود هو مملكة خاصة بالطريقة. يعني أنا من أقرأ الميثود لما أريد أروح على الطريقة أعرفها بالضبط راح أجل هذا البارت أقرأ. أما أنا إذا فقط أبحث عن المشكلة فلا، ما أجل الميثود، ماكو داعي.